أهلاً يا أصدقائي، كيف حالكم؟ ما هي حكاية المرة السابقة؟ نعم، جاءت الفراشة والنحلة للعب، وأتساءل عما سيحدث اليوم أيضاً. ما رأيكم؟ هل ننطلق الآن في رحلتنا مع هذه القصة؟ انقضى الربيع وجاء الصيف، ونمت أوراقي الخضراء كثيراً، وبجواري أيضاً نمت الأعشاب أطول فأطول، وأستطيع أن أكون مصدر الظل لأصدقائي. وعندها قالت النحلة: منعش جداً أن نكون تحت ظلك، سأقوم بدعوة أصدقاء آخرين. نعم، هذه المرة سنرسم شجرة الصيف. وسنرسم أيضاً الأرض. وفوقها سنقوم برسم الأعشاب أيضاً. نرسم أيضاً موجات على الأرض وموجات الشجر أيضاً. نرسم أيضاً بخطوط حمراء. وبعد ذلك نرسم الكثير من أوراق الشجر. نرسمها بخطوط دائرية أيضاً. ومع خلط ألوان الشمس ستكون جميلة جداً.
أدوات الألوان المائية. ثم نلون الشجرة أولاً. وبعدها الأرضية. نلون الأرضية بشكل فاتح قليلاً. نغسل الفرشاة ونلون أوراق الشجرة. ونغسل الفرشاة هكذا، ثم نلون السماء. هذه المرة نحاول تقليل الماء قليلاً. ثم نضيف قليلاً من اللون البنفسجي. وأخيراً نلون بحرية بين ورق الشجرة.
نعم، هكذا اكتملت يا أعزائي. هل قمتم بالرسم جيداً؟ انقضى الربيع وجاء الصيف ونمت الأوراق الخضراء بشكل كثيف. من الواضح أن الشجرة التي تكون مصدر الظل لأصدقائها هي شجرة ذات قلب دافئ جداً، ولهذا هيا يكون لدينا أيضاً نفس القلب الدافئ مثل هذه الشجرة. يا أصدقائي، أراكم أيضاً المرة القادمة. إلى اللقاء.